محمد وديع، محمد وديع، يحبه الجميع، لأنه مهذب، لأنه مطيع، يلقاك بالتحية، وكل من يراه، والبسمة الندية، دوما على الشفاه، يساعد الفقير، ويسعف المريض، يحبه الجيران، والأهل والخلان، لأنه مؤدب، لأنه مطيع. محمد وديع، محمد وديع، يحبه الجميع، لأنه مهذب، لأنه مطيع، يلقاك بالتحية، وكل من يراه، والبسمة الندية، دوما على الشفاه، يساعد الفقير، ويسعف المريض، يحبه الجيران، والأهل والخلان، لأنه مؤدب، لأنه مطيع. محمد وديع، محمد وديع، يحبه الجميع، لأنه مهذب، لأنه مطيع، يلقاك بالتحية، وكل من يراه، والبسمة الندية، دوما على الشفاه، يساعد الفقير، ويسعف المريض، يحبه الجيران، والأهل والخلان، لأنه مؤدب، لأنه مطيع. محمد وديع، محمد وديع، يحبه الجميع، لأنه مهذب، لأنه مطيع، يلقاك بالتحية، وكل من يراه، والبسمة الندية، دوما على الشفاه، يساعد الفقير، ويسعف المريض، يحبه الجيران، والأهل والخلان، لأنه مؤدب، لأنه مطيع.